ليكو مين هون؟ يو ريدي؟ ها اختي شو عم تغيتي بالموضوع؟ Good morning! إلي زمان مش عاملة فلوغ، سو اليوم رح بلش لكم فلوغ وشوفوا مين معي. I feel like I show up in your vlogs like once a year. إذا بتلاحظوا في كتير غراض ورا في شنطة سفر لأنه لازم صور content اليوم for a brand. في منشفة كتير. هاي المنشفة لبامبي. Anyway, let's start. This is the first outfit. شوفكن بعدين. في ورا جوا شي 60 انسان. جوا عم تغيتي بهون. طلعنا بثالث اوتفيت، كل العالم تفرج علينا شو بها المستوله بتطلع بالسياره بيكون لبسه اوتفيت بتنزل. هون في اسفل هون الي نص ساعه عم جرب اشلح هالفستان. بليز بدي افرجيكم اياه. بليز شوفوا قد ايه صار مجوي ليترلي وين ما كان مجوي. صراحه عملت الورك اوت تبع النهار اليوم خلص نو نيد بقى اعمل شي اكزرسيس. ضيعت كل غراضي. جينا على Glow Paradise بالمنو. We're having lunch. هلا فرجيكم شو أخذنا. أنا كثير بحب Glow. It's yummy. It's healthy. True. It's and it's good. Fresh. It's fresh. يعني بالشو perfect. غيرت شابة بدي زيد بعض هيدي على الاوتفيت. الاكل كان كتير طيب. هلا رح صور another reel thanks to غادي. guys لازم تفوتوا على انستا تشوفوا هولي لرح يكونوا very cool. اذا رحتوا على بوست جوا من ورا هالفلوغ they should comment something. sunglasses. sunglasses. اوكي. Good morning. اليوم نهار السبت. انا بالبيت عند اهلي وماما عاملة brunch for the ladies. So رح ظهركم على جنينة. actually رح استحي احكي so بركي هيك فرجيكم شوي بس اكيد ما حاحكي كزم too shy. قبل ما نظهر انا عملت هول. ايدي مهرمين. خلص البرانش صار وقت اللانش. اكشلي ما خلص بس انا فلت لان عندي غدا مع زياد one of my best friends عايش بدبي. سو بكره فلت سو بدي اشوفه اليوم مع باسم وميرا. هاي مشاهدينا الكرام نحن وصلنا. انا مش بس one of her best friends, I am her best friend. لدرجة proof انه in my wallet موجودة صورة جوا. ايش عين؟ So anyway this is enough proof. anyway نحن بسوت by the way. قد ايه صار عمري كتانت؟ ما رح نقول ما حنقول. good morning. صراحة امبارح نسيت انه عم صور فلوج. so I'm sorry بس انه رحت عشيت مع رفقاتي اكلنا Chinese food and that's it يعني ما صار شيء كتير مهم. بس اليوم كمان موعيت على الالارم تبعي so I'm late. طالعين عالشوف عنا بيت بشوف ومعي مكة وبامبي بالسيارة. ما مبينين بركي مكة مش مبينة بس بامبي مبينة. مكة تعي قولي هاي هيدي مكينة كمينة. كتير بحب بس نروح لهونيك لانه كتير رواق وكتير هيك ما في شيء around. بدهم ياني امشي كرمال يصير عندهم هوا so بحكيكم بعدين. هلا نحن ناطرين باسم اللي ما بيحب الكلاب بعتذر منكم بس مهمة. هيدي مكة ناطرة هون وهيدي بامبي كمان ناطرة. ليكو مين هون؟ قررنا ناكل نحن وانه نحن على الطريق رايحين نشوف فوقفنا على محل اسمه عبد الله بجل الديب محل ما كان هارديز فعنده درايف ثرو. قد ايه سلبان ومحل لبناني عنده درايف ثرو. هو عبد الله كثير مشهور بلبنان في كثير محل. انا مش دقيته بحياتي ولا انا. So, طلبنا chicken sandwich. We will rate it. Thank you. It smells good. صراحة كتير بشحي شكله. It's good. صراحة كتير طيبة. 10 over 10. لا. Would recommend. I would recommend. Would recommend. بس بعطيها 8. لا لك it's so good. It is a 9. Okay, بنشوفكم بس نصير بنشوف. تحولت. رايحين على الاتيفي نجيب سكاكر. كده باسم. لبسة تيك من عند خيي. ما بعرف إذا سامعيننا. خلاص ريدي. دي؟ مش برقبتي فكرة حالي بموفي بإيطالي على الكرش لقيت الكرش. جبنا سكاكر هنحطهم بالصندوق وهلا انا رح سوق. انا رح سوق. لا رح سوق انا. هيك قفلتيها يعني كيف بدك تسوقها؟ بدي لي اياها لورا امشي جالس. لاشا تاكوز. We love tacos in this house. داد هون عم يعملنا لحمة عصاج يامي. عم نحكي عربي سكنز مايك يعملهم صعب كتير. شيبس وجبنة وحطها بالفرن. من
عمري خايفة for some reason تجد عاد حدا ويجيك موكا. هلا رح نلاقي موفي. الأجواء لنا ساعة نجرب نلاقي موفي. قررنا نحضر Red Notice. By the way جوي مش معنا لأنه منا بلبنان، مش إنه مش عزمين على مشروع لايف. تصوريني أنا منكوش دايما، بيقولوا جوزة منكوش. شوف شكلي يعني شكلي كتير أحسن. مرسي. Good morning. صار وقت اعملكم هول لانه ريفولف بعثوا لي اغراض. اكشلي انا نقيتهم بس انه هن بعثوا لي اياهم. سو ام جونا شو يو وات اي جوت. بتعرفوا شو رح اقيسهم كمان. رح احط لكم كل اللينكس بالديسكربشن باي ذا واي. سو هيدا جينز جبت من نفس البراند مرت الماضي بس طلبت من عند ريفولف وكثير حبته. سو اي جوت نفسه بس بغير لون وجبته يس اصغر لانه بس جبته هيداك كان شوي كبير واضطريت اختار خياط. This one is perfect. بده تقصير. Next جبت هيدا التوب. It's very basic بس كثير بلبس وايت توبس فبحب يكون عندي كثير اوبشنز وبحس انه بفتحها ما بتركها مسكره. Next في هيدا التوب كمان it's very casual هيك for every day. ما بحس مع هيدا الجينز بس انه It's cute. Next في هيدا التوب صراحة I love this top quality بتعقد وهيك it's easy to wear كل يوم انه it's casual بس بنفس الوقت عنده شي هيك extra. I love it. It's so cool مش مع جينز كمان. Next عنا هيدا التوب white tops in summer amazing. I need to tan. بكرة بركي بحر. White top with a tan. Next في هيدا البودي سوت ومن ورا هيك I cannot wear a body suit إذا من ورا شو بيقولوا ناصح انه no. You get what I mean. Next we have this dress that I love. ما بعرف إذا appropriate ألبسه عرس هو منه أبيض ما بعرف إذا مبين أبيض. It's pink. Will it look like white on a wedding? Maybe. So بدي ألبسه maybe on my birthday اللي هو بعد كذا شهر بس إنه still. أو هيك بإيطالي مع واين. هيدا الفايب تبع هيدا الدرس. I love it. ما بدي اشلحه. Next عنا هيدا الفستان عنده هون details ما بعرف اذا مبين. هيدا كنت عطلانه هم شوي كيف رح يطلع لانه يجولي هيك فساتين كثير بفصله وبيبينوا كل القصص اللي مانا perfect. طلع بعقد صراحه. هيدا الفستان الكواليتي تبعه بتعقد وكله بعقد بس كثير مفتوح يعني ما بعرف شو اعمل فيه. بدي اخذه عند خياط او ما بعرف. هلا انا ماني مسكرته لانه ما عندي حدا يساعدني but still ما بعرف شو بدي اعمل فيه بس كثير حلو الكواليتي تبعه كثير خارج هيك كونسير تايلور سويفت كتير تايلور سويفت فايبس. لا نيكست هلا مين تجقنعنا انه انا ما لازم اكون معزومة على البريمير تبع موفي باربي. بليز حدا يعزمنا. I need to be there. بفتكر انا اكتر حدا بلبنان محمس لهيدا الموفي وهيدا الفستان كتير باربي. I love it so much. It's so so cute. Again ما في حدا يساعدنا بهيدا الفستان so I can't really show you كيف رح يطلع بس شوف الكمام شو حلوين. هلا انا فكرته رح يكون هيك عم بيلمع كله. ما عم بيلمع. كان disappointed بس I like it. هيك for a dinner on the beach. بلا ما يقشط هالكم. واخر شي عندي سويم سوت من براند اسمها تولا روزا. صراحة صار عندي 3 مايوات من عندهم وكتير بيسطلوا الماتيريال هيك شوي بيلمع ما بعرف بيعقدوا. So if you wanna invest in a swimsuit تولا روزا do it. برجع بذكركم كل اللينكس رح يكونوا بالدسكريبشن. انا بجرب جيب اصغر قياس عندهم for reference وبشوفكم بس انزل من هيدا البيت لانه رح تطفي الكاميرا. So بس قبل ما فل بدي لكم تفوتوا على تيك توك لان عملت لكم a huge بليندا هول واكيد كمان literally فيش لايك 12 pair of shoes ما بعرف قد ايه هيك وبين بيقدموا هدومي. هلا كيف بدي وعيات ننزل ما بعرف. good morning guys. رايحين على البحر اليوم. موقفين هلا قدام ابو عرب عم جيب كعك. رايحين على البحر بالبترون اسمه سولت ورايح معنا كوزانو لباسم. So let's go to the beach. ما عملنا شي تقيل فجينا محل اسمه فواكي عنده اصاي. It's my friend's place. So اول مرة بشوفه. باي ذا واي هيدا الشارع وين صوروا موفي غدي تبع جورج خباز وهي اختي. اختي مثلت معه. تيست تيست. ما فجأة. في عندهم هيدا المرأة الخشبة. I'm gonna taste this now. طيبة. صراحة أطيب أصايب بحطها قدامك في الحياة لأنه أصلي ما عم بمزح ما عم بمزح كتير طيب. إذا كنتوا بالبترون you have to try it. It's so so good. أنت هون؟ نحن هلا بالبترون في exhibition pop up بعد الكونسرت. نحن بالفيلا اسمها دار الغنى. Time to shop.
الفلوج هون. I hope انه تكونوا حبيتوا الفلوج. اذا حبيتوا ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت. شو بدكم نعمل next؟ اوكي. وبشوفكم next week. باي باي.